أخبار اليوم. إجمالي مسطح المشروع 16,000 حصون فدان. إحنا تعاملنا المخطط العام لمشروع وادي الأوتونوريشا. المخطط اللي بيتم للبنية الأساسية سأل المياه أو الصرف الصحي مخطط مستقبلي واخد في اعتباره التوسعات المستقبلية سواء للمياه أو للصرف الصحي. لسه هطمئن بقى على موضوع الكهرباء والاتصالات، لان اي حاجه النهارده بنعملها النهارده هتبقى محتاجه الحقيقه طاقه ومحتاجه بنيه تكنولوجيه للاتصالات وكابلات الفايبر. انتوا جيتوا في النص قبل ما نكمل ان شاء الله.